الحجازي والصديقي مستمرين فيك انتم ابو يعقوب الرفاعي السيد والسيد هاشم السيد احمد الرفاعي وزنا بشهر الطريق رفع الصوفيه نور الهدى من طالع شمس الاهتداء جمع خويتم الصغير من اصغر صغار خدم الساده الرفاعيه للاعلام عبد الحكيم بن سليم عبد الباسط الصقباني الدمشقي نقلا من ابن ابو الهدى الصيادي والرواس خاص كاتب الوالد خاص حصح فيه ترجمه لابي الهدى رحمه الله. المهم انتوا ابيكم تفسروا لي هذا الكلام كلام كبير هو من الحكمه حكم ابو الهدى فسروا لي هالحكمه يا سيادي يا صديقي. يقول هني رب خبل جعل حرفته لنيل أغراضه الذكر باسم الجلالة وعد الصلاة والسلام على سيد الأنام لمقاصيده الدنيوية من الآلة فصدمه صادم الرياء فسقط عمله وخيب أمله وما ينسب للسيدة فاطمة النبوية رضوان الله عليها الصوفية قايلة شعر خدنا لدى الرفاعي تعرف هالشعر بالله يا قارئ القرآن كن حذرا من الرياء في القلب مسكنه فرب تعل تلا القرآن مجتهدا بين الخلائق والقرآن يلعنه. فسرونا من أول شنو معنات رب خبل جعل حرفته للأغراض الذكر باسم الجلالة وعد الصلاة على سيد الأنام لمقاصد الدنيوية من الآلة. ايه الله سبحانه السيدة جابت انه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه رياء. زي شلون عرف يا مرائي ما هي سمات الرياء؟ يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فدخل يدخل الماء ليه؟ لأنه مطهر رياء الله بينما واحد عمل بعمل أهل الماء وما بقي بينه وبينها إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فدخل يدخل الماء ليه؟ لأنه مطهر رياء وناء بصدره ليدخل بلد مصر وهو كان العمل اهل الجنه فملائكه الرحمه قربوا له المسافه. هذا دليل على انه البيئه لها اثر في ان الانسان يعمل العمل السيئ ولكن فطرته تأبى هذا فيسبق عليه الكتاب بسبب نيته كان الحمد والإخلاص الثاني مرأة والعياذ بالله يقول إنك إن قاتلت مرائيا مكاثرا فعدت مرائيا مكاثرا الله الإخلاص لا يعلمه إلا الله إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى شكرا سيدي.